لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول بما أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على السلام عليك.
السلام عليك يا طبيبي، السلام عليك يا مسكا بطيبي، السلام عليك يا عون الغريب، السلام عليك يا السلام عليك يا جار الكروب، السلام عليك يا هادي الهدى، السلام عليك يا كحل الحصان، السلام عليك يا حسن السلام عليك يا ركن الصلاة، السلام عليك يا نور الصباح، السلام عليك يا زين المناح، السلام عليك يا خير and
Oh,
மகமூதப்பா
تدبرنا مال حق نذر من نائم في ردينا مال محمود الطالب تدبرنا مال إنه لك القان به எங்கள் நபி நாதன் இனிதான தோற்றம் கண்டாலேற்றம் என்றுலகில் காண்பே எங்கள் நபி நாதன் இனிதான தோற்றம் கண்டாலேற்றம் கண்கள் இறங்கும் நபி பாதம் காண தேடுதே திங்கள் இரசூலே உங்கள் அன்பை மனம் நாடுதே தங்கள் இரண்டும் நபி பாதம் காண தேடுதே மதீனாவிலே மரமாகி மாணவிக்கு தென்றல் காற்றும் தந்தேனா மதீனாவிலே திங்கள் இரசூலே உங்கள் அன்பை மனம் நாடுதே கண்கள் இரண்டும் நபி பாதம் காண தேடுதே கஅபாவிலே ஓ கல்லாகினேனா காப்பவனின் வீட்டில் உள்ளாகினேனா கஅபாவிலே கல்லில் இடமாகினேனா தடுப்பசி தாங்கி கருணை நபி வயிற்றில் கட்டிய கல்லில் இடமாகினேனா கண்கள் இரண்டும் நபி பாதம் காண தேடுதே திங்கள் இரசூலே உங்கள் அன்பை மனம் நாடுதே கண்கள் இரண்டும் நபி பாதம் காண தேடுவே Come on.
Yeah.
Yeah.
تولوني محمود مكما نجر في رمدير إن بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى سرج وجهك الله حاجتنا يوم يأتي الناس بالحجج وَمَا تَمَلَّى إِنَّ السَّمَاءَ
فساد في المهد على الحلمان وغيره من عهد السلطان حتى أراه بالغ البيان أعيده من شر ذي شنعان من حاسد الكارم العينان أنت الذي سميت في ماذا مكتوب على البناء صلى عليك الله خذر عليان أحمد روح سر والإعلان حقا على الإسلام والإيمان صلى عليك خالق الجنان السلام زمن المصطفى الهادي الشفيع محمد أحيا ربيع القلب شهر المولد كل الملاد بذكر مولد أحمد فعلى ضلال العائرين لنوره حتى استبان عنادهم لم يهتدي صلى يا ناس ضل البشر ولم يدع منها سبيلا وهو اكرم مرشد على تبينا بحر علم صغير ادخل لذيذ البر سهل المولد يا دموع المعجزات كثيرات شهد بسيمتها عقول الحسد البدر شوق بامره وشمس وما الورود بغير تردد والوحش والاشجار قد سجلت له وعليه قد سلمنا بعد ومن اليسير سقى وأطعم دجاه حتى كفوا ويسيره لم ينفدي وصار قد أسرى بسرعانه يطلع متفئا أعرف الغني وعلى الأفلاك والأملاك في مسراه يشهد سهم ما لم تشهد ولو مدى أنفاسه محرم به ما شئت من قرب ولا تجد مشهد وله الوسيلة والفضيلة والعلى ومقامه المحمود يوم الموعد المدر يقصر عن قلوب المقصد يا سيد السادات تلك قصيدة أرجو حماك فلا تخيب مقصدي عليك منا كل وقت دائما أزكى الصلاة مع السلام سربدي وعلى صحابتك الكرام جميعهم
Thank you.
பள்ளி சென்று படித்ததில்லை,
ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم
بهما فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وأنيق لهم الليل نستقبله النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون. فآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا وارجعوا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إلا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. واعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فمن لكم تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره نذكره في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أفلم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. Gracias.
பாடு சாப்பாடா போகுது.